يا رب تكونوا بخير، ويا رب ان شاء الله الامتحانات بتاعتكم تعدي على خير. النهارده ان شاء الله هنعمل drawing of the lower lateral incisor. زي ما احنا عارفين، اول حاجه بنعملها ان احنا بنبدا بتقسيم الورقه بتاعتنا ل 5 aspects متساويه، يعني ال 5 aspects يكونوا قد بعض. ده طبعا لو برسم على ورقه كبيره زي الجراف بيبر اللي انا برسم عليها. الورق التاني ما بيكفيش ساعات، فبنضطر ان احنا نرسمه على 4 aspects، والانسايزر ممكن نحطه في كورنر كده في الصفحة عادي. طبعا زي ما عرفنا ان احنا لازم اي aspect هنعمله لازم نحط له midline. بنرسم midline dotted علشان ما نتلخبطش ما بينه وما بين اللاينز اللي انا عاملاها تفرق لي ما بين الaspects. طبعا في ناس بتتلخبط ما بين الرسمة الأبر والرسمة اللور. الرسمة اللور بتاعت النهاردة هيبقى الكراون بتاعها لفوق والروت لتحت، فعلشان كده أنا بحط ميد لاين في النص الصفحة، مش في نص الصفحة بقى، لا ناحية فوق شوية، علشان أدي مساحة للروت بتاعي إنه أعرف أرسمه في مقاس أكبر الناحية اللي تحت، والكراون القصير يكون الناحية اللي فوق. نبدأ نسمي السيرفيسز بقى بتاعتنا لليبيال، لينجوال، ميزيال، ديستال اند انسايزل. لازم الليبلز دي احطها في الاول خالص عشان ما انساش وعشان ما اتلخبطش وانا برسم الاسبكتس بتاعتي. طبعا زي ما بنحط اسامي الاسبكتس انا كمان بحط السيرفيسز بتاعتي، يعني الليبيال بيكون ليه سيرفيس ميزيال وسيرفيس ديستال، اللينجوال هكذا، بس ده بيكون ميرور ايمج لده، فعلشان كده احنا سهلنا على نفسنا ان احنا بنبدا بديستال، بعد كده ميزيال، بعد كده ديستال، الليبيال في الميزيال اسبكت، بعد كده لينجوال، بعد كده ليبيال تاني، والانسايزل زي ما اتعلمنا بنحط له الاسبكتس بتاعته على الرسمه نفسها. نبدا بقى ناخد الكراون لينث بتاعنا. الكراون لينث بتاعنا هنا هناخده طبعا فوق اللاين عشان الناس اللي بتتلخبط، الكراون بتاعي هيكون فوق. الكراون لينث بتاعي هنا هيكون مقاسه 38 مليمتر، الروت لينث بتاعي هيكون 56 مليمتر. تمام، طبعا بنشد الخط ده على كل الاسبكتس. الانسايزل اسبكت بيكون ليه مقاسات تانية، فمش بنحطه على الانسايزل اسبكت. تمام، فهنطلع 3 بوكسز، 3 مربعات و 8 خطوط او 8 ملمتر. تمام، هننزل لتحت نعد 5 بوكسز او 5 مربعات و 6 خطوط علشان نحط النقطة بتاعت الكراون لينكس، نقيس لفوق ونحط الخط، وتحت هنحط النقطة علشان نشد عليها الخط بتاع الروت لينكس. هنبدأ بالليبيال اسبكت. اول حاجة بنستخدمها هي مقاسات الويتس اوف ذا نيك والويتس اوف ذا كراون. الويتس اوف ذا نيك عندنا توتال 16 فهيبقى 8 and 8، وتوتال 22 فهيكون 11 and 11. دي النقط بتاعتنا اللي المفروض هنوصل بيها. طيب اللور لاترال انسايزر من المميزات بتاعته ان هو inclined towards the distal، في distal inclination او في ميل في الانسايزال ايدج ناحيه الديستال. فالقصر بتاع الانسايزال ايدج لناحيه الديستال ده هنعمله ازاي في الرسمه؟ ان انا مش هحط النقطه على الفول كراون لينكس ناحيه الديستال، لا انا هنزل 4 مليمتر من النقطه بتاعتي لناحيه الديستال واحط تحتها نقطه عشان هي دي اللي هوصل بيها، عشان يكون اللاين بتاعي مرسوم انكلايند بالمنظر ده او مايل بالشكل ده. هننزل نكمل الاوت لاينز بتاعتنا ستريت، تقريبا نيرلي ستريت، وبعد كده ده
طبعا ما زي ما اتعودنا ان ده بيبقى الانيشيال دروينج، وبعد كده ببدأ اعمل عليه راونديشن بقى بالقلم اللي سنه مش مبري قوي بتاعي الرصاص. تمام، هعيد على الرسمة بعمل راونديشن للانسايزر انجلز. طبعا باين قوي انه الديس تو انسايزر انجل مور راوندد زان الميزيو انسايزر انجل، هما الاتنين راوندد بس واحد راوندد اكتر من واحد، واحد طبعا باين عليه انه هو مايل والتاني واصل للفول كراون لينث، ودي is one of the most characteristic features of the lower lateral incisor. نيجي بقى للروت اوتلاين. الروت اوتلاين بتاعنا هينزل تابرينج بس مش لحد الايبكس في النص، لا ده هيبقى الايبكس بتاعته شيفتد towards الديستال. الشيفت بتاعنا اي كلمه شيفت عندنا في الدروينج بنترجمها ل 4 مليمترز، يعني فوق كان inclined ديستالي او اقصر ديستالي يعني 4 مليمترز، لان هو 1 مليمتر في الحقيقه فبضربها في 4. تحت هو برضو شيفتد الايبكس بتاعي towards الديستال فبنعمله 4 مليمترز، وبننزل بالنقطة بتاعتنا اللي فوق للنقطة بتاعتنا اللي تحت straight line ناحية الديستال، والاوت لاين الميزيال هو اللي بيحصل له curving علشان يوصل للنقطة الديستال. طبيعي جدا انك تقعد ترسم وتمسح وترسم وتمسح وتعدل في اللاين، واللاين يتعوج منك شوية فترجع تعيد عليه تاني. ده الطبيعي في الرسمة، مش حد يعني مش طبيعي ان حد بيطلع اللاين مظبوط ومش معوج من اول مرة، لا كلنا لازم بنمر بالمرحلة دي، فما تتخضش. اهم حاجة بس انك تظبط وقتك مع وقت الامتحان عشان الوقت ما يسرحش منك وتلاقي نفسك الامتحان فاضل عليه 5 دقايق وانت لسه بترسم فان اسبكت، فلازم تكون عامل مونيتورينج لنفسك في الامتحان. وبكده نكون عملنا الاوت لاينز بتاعت الروت. عايزة انبه لحاجة انه الكيرف من تحت ما بيبقاش كيرف جامد قوي، هو مش كيرف لا هو شيفتد، فعلشان كده انا بس بعمل شيفت للايبكس بتاع الرسمة مش بعمل له كيرف يعني حاجة حصل لها زي كيرف تشير كده، لا هو جاست شيفت بسيط. هنمسح بقى البوينتس اللي جوه والدوتس اللي جوه الرسمه علشان نرسم السيرفايكال لاين. السيرفايكال لاين بتاعنا زي ما تعودنا ان احنا بنرسمه تقريبا بيكون مربع، يعني تقريبا 10 مليمترز من هنا ومن هنا، وبعد كده نوصل بالايبكس في النص. طبعا فوق لازم بيكون في فوق ده اللي هو عند الانسايزر ايدج لازم بيكون في الاثنين ديفلوبمنتال جروفز، واحد ميزيل وواحد ديستال. طبعا في السيرفايكال ريدج، الريدج ده موجود في كل السنين ما ينفعش تنساه. الليبلز مهمه جدا. عايزه اقول لكم انه الدروينجز دي مهمه جدا ومفيده جدا ليكم في مذاكره النظري، ان انت اصلا لو رسمت الرسمه لو عارف ترسم الرسمه كويس وتحط عليها كل الليبلز بتاعتك صح، انت كده بتذاكر السيرفيس وبتذاكر الاسبكت بكل التفاصيل اللي فيه، يعني الاوت لاينز انت عارف ان هي كذا عشان انت رسمتها بالشكل ده، عارف انه الديستال انكلايند، عارف انه في ميزيال ديفلوبمنتال جروف وديستال ديفلوبمنتال جروف، عارف انه في سيرفايكال ريدج، فكل الليبلز دي بتساعدكم في مذاكره النظري. فياريت تستفادوا من مذاكره الدروينجز في مذاكره النظري كمان. حط الليبلز بتاعتنا، انا بحط الليبلز هنا مختصر عشان انا مش بحب شكل الرسمة هي زحمة عشان تبقى بينالكو في الفيديو، بس انتوا المفروض تحطوا الليبلز كاملة، يعني المفروض تحطوا الليبلز بتاعتكو كاملة، فيعني حاولوا في الامتحان تحطوا الليبلز بتاعتكو كاملة مش اختصارات. نبدأ باللينجوال سيرفيس، ميرور ايمج للليبيال سيرفيس زي ما تعودنا. هنحط البوينتس بتاعت الويتس اوف ذا نيك 8 و8، فوق الويتس اوف ذا كراون 11 و11. هننزل بقى هنا ناحية الديستال 4 مليمترز ونحط بوينت علشان هي دي اللي هنوصل بيها الاوت لاين بتاع اللينجوال اسبكت. هنرسم الانكلايند لاين وهنرسم الاوت لاينز بتاعت اللينجوال اسبكت كلها ستريت، وابدأ اعمل لها راونديشن بسيط بعد ما اعمل لها انيشيال دروينج بالقلم الرصاص الرفيع في الاول، وبعد كده نمسح شوية الخطوط ونبدأ نعمل راونديشن بالقلم الرصاص السنه مش مبري.
نعمل راونديشن على الانسايزال انجلز الميزيو انسايزال انجل اللي هي طبعا راوندد بسيط مش راوندد جامده زي الديستو انسايزال انجل. دايما الديستو انسايزال انجل بتكون مور راوندد عن الميزيو انسايزال انجل. هنحط بقى البوينت بتاعت الابيكس الروت ابيكس. الابيكس بتاعنا هنا زي ما احنا قلنا ان هو شيفتد تووردز الديستال، فعشان كده بتحرك 4 مليمترز من الميد لاين ناحيه الديستال، احط بوينت عشان تكون هي دي الروت ابيكس، وهنزل بالاوت لاين بتاع الميزيال الناحيه الميزيال من الروت، هخليها يعني كيرفد رايحه ناحيه الابيكس، والناحيه الديستال بنزل بيها ستريت. طبعا زي ما احنا قلنا ونبهنا قبل كده انه القلم اللي سنه مش مبري قوي ده بيساعد كتير جدا في انه يداري كتير في عيوب الرسمه، يعني الرسمه لما بيكون الخط رفيع بيبان الشخبطه كذا مره، لكن لما بيكون الخط بتاع القلم تخين بيداري على عيوب الرسمه. فعشان كده بنمشي بالقلم بتاعنا ده تاني على الرسمه كده بيخلي شكلها حلو وما فيهوش irregularities. زي ما عملنا في الليبل اسبكت بالظبط، مسحنا الدوتس اللي جوه الرسمه، رسمنا سيرفايكال لاين بنطلع تقريبا 1 سنتيمتر يعني 10 او 8 عادي يعني بالتقريب كده، ونرسم الكيرف. بعد كده هنحط بقى الاناتومي بتاعه الايه بتاعه اللينجوال سيرفيس. تمام، العادي ان احنا بنرسم السنجلم سيمي سيركل زي ما انا رسمتها في الاول كده، لا هو الصح ان انا برسم السنجلم شيفتد ناحيه الديستال، يعني بعمل الايبكس بتاع النص دايره ده معوج شويه ناحيه الديستال. ليه؟ علشان هو السنجلم شكله ان هو ايه شيفتد ناحيه الديستال، فلازم باخد بالي من النقطه دي مهمه جدا وانا برسم الاناتومي بتاعه اللينجوال اسبكت. تمام، طبعا الناحيتين بتوع السنجلم رسمنا الميديان مارجن ريدج والديستال مارجن ريدج وفوق الانسايزر ريدج، طبعا بنبقى سايبين مسافات متساويه من كل الايدجز 4 مليمترز 4 مليمترز 4 مليمترز اول اراوند. طبعا كل ده انكلوزنج ايه انكلوزنج اللينجوال فوسا اللي في النص ما بين الاليفيشنز دي كلها. نحط بقى الليبلز بتاعتنا، هيكون عندنا زي ما قلنا من شوية كده اللينجوا الفصة انسايزر ريدج ديستال مارجن ريدج وميزيال مارجن ريدج واللينجوا الفصة واخيرا السنجلم. كده خلصنا الليبيال واللينجوال اسبيكتس. عشان نشوف الميزيال والديستال والانسايزال اسبيكتس اتفرجوا على بارت 2.